قولي لم يا بليز كيف ترسمين عيونك كده على المينا؟ بس من عيوني يا عيوني. هذه الرسمة اللي عجبتها، هي بسيطة وأنا معتمدتها من زمان. رح أمشي معاكم هنا خطوة خطوة. Let's go. اليوم وصلتني هذه البودرة الرهيبة من متجر الستات اللي دايما يعاني من التشققات وما ينفع معهم أي شيء. جربوا بودرات اللؤلؤ، منتج طبيعي ومن مصادر طبيعية 100%. البودرة جدا فخمة. أنا من النوع اللي أحط المسكرة قبل أرسم عيوني، طبقة واحدة بعدين أرسم عيوني وأزيد آخر شيء. أوكي، أول شيء أنا أستخدم قلم إسنس تدي 08. أحب أحط في كسرة العين اللي هنا الداخلية خط. أوكي، أحب أقرب عيوني شوي وأنا أرسمها من هنا، أنزل لين الخط هذا. أوكي، أرجع معاه أرسم عيني، شفتوا كيف؟ وبعدين أروح أخذ برش دمج وأروح أدمج الكحل اللي أرسمته. حل ما في كحل إسنس إنه سهل دمجه حتى بعد ما ترسمينه، حيث يصير كده مدموج، شفتوا كيف صاير بني. ولا تنسون تدمجون الزاوية من هنا عشان يصير شكلها أحلى. بعدين أستخدم كحل سايل الوتر بروف من Forever 52. أحلى ما فيه إنه دقيق مرة، سهل الرسم فيه. أروح أرسم مدمع العين، شوفوا كيف سهل، مرة سهل. ولما أقول مدمع العين بس الجزء العلوي، ما أرسم من تحت، شفتوا كيف؟ بعدين أروح أرسم لاين من هنا. أنا بالنسبة لي اللاين ما أطيره فوق وما أنزله تحت، أروح مع خط العين، شوفوا كيف أرسمه كذا مع سحبة عيني زي ما هي، ما أرقى فوق وما أنزل تحت. خلوني أدقق. خصومات حصرية على هوليوود سمايل، زراعة الأسنان، معالجات الأسنان، شفتوا كيف؟ أحب أزود كمان من هنا شوي شوي، مرة على الطرف عشان يصير بس لاين من هنا راكب مع جفني. بعدين أروح أكحل عيوني بأسنس تدي. أوكي، أكحلها بس من تحت. بعد ما كحلت عيوني بالبني من جوا، أروح أخذ كحل من Forever 52 أسود. أوكي، أحب مرة لأن كحول جيرماني دايما أفضل للجو العين. أروح وأنا أكحل أكحل داخل العين من فوق عشان يعطيني لاين حلو للأيلاينر. هتان. شوفوا كيف الكحل الأسود فوق، بدل ما أرسم أيلاينر من فوق يصير شكلي مرة كذا أسود ومرة ثقيل، بس أرسم من جوا ويصير جفن عيني العلوي محدد مع الأيلاينر، فهمتوا؟ طبعا بحكم أني أنا حطيت في زاوية العين اللي قدام بني، أنا مع البلاشر أروح أحط بنفس رشة البلاشر بس أوزع بالزاوية. أوكي، وأدخل شوية جوا وأوزع بالزاوية مع بلاشري، فهمتوا؟ يصير لون العين من فوق شوية بني شوية زهري حق البلاشر، فهمتوا؟ آخر شيء أزود ماسكرا خصوصا الجزء السفلي أنا ما أحط في البداية. أوكي، وأزود كمان فوق عشان تعطيني فوليوم أكثر. وبكذا خلصنا رسمة العين اللي أغلبكم سألني عليها، إن شاء الله عجبتكم.